عليكم خوتي اخواتاتي كي دايرين، لاباس عليكم؟ الصحه نتوما لاباس؟ نتمنى تكونوا ديما في احسن الحال، تكونوا ديما كنقول لكم دائما داك الشيء عاد فاتي الامكانيه اليوم يكون خير من البارح. تنسلموا على خوتي اخواتاتي اللي على داخل المغرب واللي خارج المغرب واللي في كل انحاء العالم واللي كيشاهدونا واللي كيتابعونا، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف، شكرا على تعليقاتكم زوينه، شكرا على مساندتكم، شكرا على الاشتراكات ديالكم، الناس اللي كيشتركوا معنا جداد والناس اللي معنا قدام اللي من نهار بدينا هما معنا، شكرا لكم. ان شاء الله اننا رجعنا اسره واحده وكنا قلبنا على بعضياتنا. اليوم اخوتي اخواتاتي اللي غادي نهضر لكم عليه هو واحد اليوتيوبر اللي معروف صراحه وعنده واحد الشعبيه كبيره 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 بزاف، والناس كتبغيه بتلقائيته بعفويته بحماق ديالو بالتسطيه ديالو، الناس كلشي كتبغيه وكلشي متبعو وكلشي كيتسنى امتى ينزل شي حاجه، لانه حتى داك الحماق ديالو كيكون الناس فيهم فيه المتعه وفيه الحيويه والنشاط، وكيعجب الناس ان داكشي تيدير، وحتى انا واحده منهم اللي متبعاه من زمان وكيعجبني هاد السيد اللي هو مراد المزوري اللي موجود في البرازيل. الناس تقريبا كاملين تعرفوا مراد المزوري، ولكن هما تيعرفوه في غير في الفيديوهات وداك الحماق التصدير وداكشي اللي كيدير، لكن حتى واحد ما تيعرف مراد المزوري الانسان. وانا بحكم انني عندي واحد الصداقه معاه اللي تعرفت عليه حتى انا صراحه من البدايه، انني فاش بديت كندير اليوتيوب اللي تعرفت عليه عن طريق واحد الشخص حتى هو صديق ديالي حتى هو حسين، اللي كنقول له شكرا حتى هو من هنايا اللي كنسلم عليه، وتنقول شكرا اللي اختك اخويا حسين لان حتى هو ديما مساندني ومعايا. وكان سميتو مراد صديق ديالو، وتعرفنا على بعضياتنا كاملين وبدينا نحكيو مزيان، يعني كنتواصلوا بشكل يومي تقريبا، راه لدرجه انه يمكن يسمع في الشغل ويسمع في كل شيء، وكيجلس يهضر معايا ونسولو على اي حاجه حتى طلع النهار ما كيديرو ونجاش. يعني هو انا بغيت نهضر على مراد الانسان اللي ما معروفش، ماشي داك هو اللي كيتشاف في الفيديوهات. صراحه انسان مراد انسان اللي واحد الولد اللي زوين 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 بزاف، والناس ما كتعرفش هادشي، انسان مثقف بزاف في جميع المجالات، تهضر معاه الا وكيقنعك وكيعطيك مسائل اللي تعجبني فيه، انه اي حاجه كيقولها لك الا بالدلائل، حتى شي حاجه اللي خاصه به ما يجيش ويكذب عليك ويقول لك لا دي هو مجرد كلام باش يعجبك، ما عندوش الكلام، عنده كلشي بالدلائل وكلشي يعني بشي حاجه اللي مقنعه. اول حاجه انه ولد عائله، ولد عائله هنا في المغرب عندها وزنها وعندها واحد المكانه في المجتمع راقيه، يعني من سواء من الام ديالو من الاب ديالو من الاخوان ديالو، انهم ناس يعني مراكز عليا ما شاء الله عليه. ما تشوفوش حنايا داك اللي تيبدا تما ما تيلقى في الحمام ها هو هذا ولا هذا اولا داك الحماق اولا ما نعس في الزنقه اولا عنده مشاكل مع العيالات وكيضربوه تيدخل الحبس، وهذا لا، هو كاع انسان زوين بزاف، ولد عائله وتا هو مثقف، ولكن هو ظروف حكمات عليه واللي خلاته انه حرق ومشى على برا بواحد الظروف صعيبه، ومشى يعني واجه الموت واجه الاخطار كامله باش انه مشى باش يحسن، هو يحسن الوضعيه اكثر اللي ديال حياته اللي كانت في المغرب يكون محسن فيها في اوروبا، يعني عانى في البرد وعانى كلشي كلشي كلشي، ولكن انه صمد وصبر رغم هادشي كله اللي داز عليه مشاكل. انتما كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي الفيديوهات ديالو، راه مشاكل دخل الحبس وعرفتي وتشرد ويعني جميع الحوايج الخايبين اللي ممكن تخطروا على البال انهم دوزهم من داك السيد، ولكن رغم ذلك بقى صامد 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 لكل شيء، كيبان كيضحك وكيبان نشط وتيدخل بصح الفرحه والنشاط لقلوب الناس، وانه ما مسوقش وعنده كل شيء عادي، ولكن هو راه حتى هو انسان الداخل ديالو وظروفه حكمات عليه انه يعيش هذاك الشيء اللي كنشوفو فيه مراد المزوري، اللي كنشوفو كيدير دوك الكوارث اللي كيتفرضوا عليه بحكم انه خدام في اليوتيوب وما كيتخلصش
وخاصو يعيش، خاصو ياكل، خاصو يسكن، خاصو. ومنين غادي يجيب هاد الشيء هذا؟ منين غادي يجيب؟ وحتى هادوك الحماق وداك الشيء اللي كيدير راه حيت هما اللي ولاو كيتطلبوا واللي كيتشافوا في اليوتيوب، باش ان الانسان كيديرهم ماشي كيديرهم لانه مقتنع بهم او لا باغيهم او لا، ولكن لان اليوتيوب ولا فيه التفاهات هي اللي كتشاف وكتطلب، اضطر ان حتى هو يمشي يركب ديك الموجه ديال التفاهات ويركب ويمشي فيها، لان الوضع ديالو ما كيسمحلوش انه باش يجلس بلا ما يخدم على راسو، بلا ما يعيش بلاد، وخصوصا في البرازيل. يعني ملي كنسمعوا البرازيل حنا كنعرفوا شكون هي البرازيل في كل شيء ديالها، يعني البلاد اللي صعيبه بزاف، وماشي اي واحد يمشي وغادي يعيش في البرازيل ويتوفر له كاع داكشي اللي يعني اللي باغي. وانا صراحه ملي ناقشت معاه مزيان وناقشت معاه بزاف د الامور اللي فادني فيها، وعرفني بزاف د الحوايج انا ما كنتش نعرفهم، لقيته انسان في المستوى الذكاء ما شاء الله عليه، في المسائل ديال الاعلاميات ما شاء الله عليه، في يعني في جميع الكتب قاريها، سواء تكون اجتماعيه تكون نفسيه، ديال علم النفس، تقول ديال الطب، ديال الثقافه العامه، ديال المسرح، ديال راه ما شاء الله عليه. وماشي كما قلت لكم اي حاجه كيقولها لك انه كيقول لك مثلا ان شي كلمه شي جمله انا قالت ماشي كاتب او لا، اسم الكاتب وامتى والتاريخ وداكشي كله مضبوط. صح الشيء اللي تنقول لكم انني انا شفتو ولمستو فهداك. انا في الاول حتى انا في الاول كيجيني في شكل كنقول له هذا انسان كي مزروب دغيا وطق طق 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 وهادي وكيدير هنا وكنفعل هنا وكنترك هنا وهادي وديك الحياه اللي يديرو، والمره كنطلبو دخل الحبس خرج من الحبس. خديت فكره انا قلت واقيلا شي واحد ما عرفتش راكم عارفين شنو ما، ولكن انا ملي ناقشت معاه وهضرنا بزاف وتواصلنا وعرفت مزيان في بزاف د المجالات شكون هو، شكون هاد الشخص، عرفتو انه الى وصل في هاد الشيء هذا وخدا واحد الشعبيه بزاف وسط الناس، والناس كيدخلوا عنده باستمرار، وتبارك الله دابا طالع تبارك الله ما شاء الله راه في اليوتيوب، يعني راه عنده مكانه، راه المكانه ديالو راه كنظن وصلت 85 وقيله في 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 العام في العالم، اعتذر في العالم، يعني مكانه مرموقه ومكانه كبيره في اليوتيوب ديال المغاربه. كيف ما قلت لكم اخوتي اخواتاتي راه خدم على راسو بصح، وهو بدا من الاوائل الناس ديال اللي كانوا في اليوتيوب، وخدم خدم 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 حتى يعني باش وصل، واللي وصلوا انه بتلقى يعرفوا هذاك الشيء التلاميذ اللي عاشوا كامل كله حكاه للناس، وكله كيوري لهم ان الناس باش تاخذ، يعني ما كانش داكشي ديالو غير هباء، ولكن باش الناس تاخذ العبره وتعلم. الناس اللي بغاو يحرقوا شنو المشاكل اللي كيعانيو منها، الناس اللي كيمشيو شي دول بحال هكا، الناس اللي ما تيكونش عندهم الوراق، الناس راه كيحكي كيفوج، ولكن في نفس الوقت كيعالج القضايا ديال الشباب اللي كيهاجروا بطرق اللي كتكون غير شرعيه. هذا هو مراد المزوري انا اللي كنت حتى انا علاش انا خرجت هضرت عليه اليوم، لانني ما كنتش كنعرفو صراحه، وكنت كناخذ فكره من الفيديوهات ديالو على انه عايش غير عشوائي ما فاهم حتى زفته، ولكن هو لا فاهم وقاري وواعي، وولد عائله، ولد عائله اللي معروفه ومرموقه في وسط المغرب، ولكن رغم ذلك ما اهتمش لهادشي كله واعتمد على نفسه وتحمل داك العذاب وتحمل ديك المعاناه ديال الهجره من بلاد لبلاد، ودخل الحباسات بالذنب او لا بالذنب، داير او لا ما دايرش، وتحمل وبقى صامد ومازال صامد ومازال لحد الان عايش مشاكل، ولكن صامد وصابر باش انه يوصل هذاك الشيء اللي بغى ويرجع لبلاده، ويرجع انه داير شي حاجه اللي يعني فيها الفايده لراسو. هذا الواحد يتعلم منه، ما يشوفش مراد غديك اللي كيضحك وكيدير هذا انا كدا شي هذا ندير هادي ندير هادي راني هنايا درت هنا فعلت هنا تركت هنا، لا هو كإنسان مفيد بزاف للناس اللي، وانا كنقول خصوصا بالنسبه لنا حنا الناس اللي في يوتيوب، نعرفوا انه كيفاش وصل هذاك السيد حتى وصل لهذا المكان هادي، وعنده هاد الشعبيه والناس كتبغيه، كتبغينا تنتبه حتى التعليقات ديال الناس كاملين كيتبعوه من كل بلاصه، وكيبغيو انهم يتبعوه ويشوفوه ويساندوه
لانه انسان في المستوى. هذا اخوتي اخواتي اللي بغيت نقول لكم على الاستاذ، انا نقول الاستاذ مراد المزوري. راه واخا يكون شي مره تيطلع له الدم وتيتقدي خسر في الهضره وتيقول لك شادي، انا بعدا كنشوفه معايا جد مؤدب ومحترم وتيهضر بكل الاحترام. اختي 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 اي حاجه كنقول اختي مرحبا اختي، زعما ماشي شي واحد اللي بحال دابا بالنسبه لي يكون واصل لهذا شحال واصل ديال المشتركين عنده، يعني معروف في اليوتيوب وكل شيء، انه ما عطاكش وقت وما هضركش ما يكلمكش، لكن هو لا كيعطيك وقت ويهضرك ويكلمك ويشرح لك ويقول لك الطاب اللي تمشي عليهم، يعني قلب كبير، قلب كبير كيبغي الخير للناس، هو زوين وكيبغي الخير للناس وكل شيء يكون مزيان، ماشي شي واحد الاناني وكيبغي غير راسو ما كيساعدكش. انا عرفت الناس يلا في البدايه وتخلاو في البدايه وما بقوش يبغوا يقولوا لك حتى شي حاجه، لدرجه ان التليفون بدلوه وما بقوش كيبغوا يقولوا لك حتى شي استشاره او لا شي حاجه، يعني غير تقول لهم انا ما عرفتش هادي ولا ما عرفتش هادي باش يوريوها لك، والله لا وراوها لك. بزاف ناس عرفتهم قلبوا وجههم قلبوا نماريهم قلبوا بزاف، مع انني انا مازال ما درت والو، عاد قلت بسم الله، ولكن الناس اللي فيها السم والحسد هو ما مسمو ما محسد، ويوقف معك ويساندك ويجي معك حتى الاخير، ودير لاباس وربح والله يسهل عليك. هذا مراد المزوري، الانسان اللي ماشي هو داك اليوتيوبر اللي كاين في الفيديوهات. هذا هو اللي كنت بغيت نقول لكم اخوتي اخواتاتي على واحد الشخص اللي معروف وانا كنعرفو معرفه جيده، اصدقاء بكل معنى الكلمه. امتى ما اتصلت به الا وتجاوبني والا تيكون معايا، وقلت والله تنعطي تعريف على الناس اللي ما كتعرفش مراد المزوري وكتعرفو غير في سميتو. راه واخا يخرجوا الناس يبقاو يقولوا لا دارنا ودارنا فلوسنا ودارنا فنانا، راه والله العظيم الانسان حتى كتعاشر وعاد تتعرف واش هذاك الانسان بصح او لا ماشي بصح. هذا هو اللي كان بغيت نقول لكم اخوتي اخواتاتي على مراد المزوري اليوتيوبر، مراد المزوري اللي تبارك الله عليه واصل، وكنطلب ربي يزيدو من خيره ويبعد عليه المشاكل، وان شاء الله يتحصل الامور ديالو ويرجع على خيره بخير ويتفادى ديك المشاكل كامله ويعيش حياته الطبيعيه كيف ما خاص يعيشها اي انسان. شكرا لكم اخوتي اخواتاتي، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.